السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع وندر ستوديو ده أداة ذكاء اصطناعي تلقائي، بتحرك لك الشخصيات وتحرك الإضاءة في مشهد حي جميل جدا، بحيث إن أنت ممكن تستخدمه. يعتبر VFX ستوديو في المتصفح بتاعك بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شفت الحركة ديت؟ ممكن بقى تبدل الوش ده بأشكال كتيرة، طريقة سهلة جدا. مجرد دراج اند دروب هو يبدأ ان هو يجهز لك المشهد. كل اللي عليك مثلا صورتك الطبيعية تبدأ تحركها وتخليها مثلا على شكل كائن فضائي او على شكل مخلوق عجيب او على شكل شخص مشهور. وعلى فكرة ده اتعمل خدع كتيرة، كان شخصين عاديين مثلا بيلعبوا شطرنج ويبدل واحد فيهم بروبوت مثلا، والفيديو الناس بتفتكر ان هو فيديو حقيقي وان فعلا بقى فيه روبوت كده، ويبدأوا ان هما ينشروه. وده كان بيتم اصلا في السينما او حتى الان بيتم بتكلفة عالية وشغل كتير جدا. الموضوع كله أصبح بسيط دلوقتي، بيدرس حركة الإيد. تمام، في السينما لأ، بيلبس هو لبس معين في نقط كتيرة بحيث يعمل دراسة للحركة. تمام، وبعد كده ممكن إن أنت تدخل الشغل ده بقى على برامج زي بلندر، زي مايا، البرامج دي كلها. وفكرته جدا جدا سهلة جدا وبسيطة، تختار أي شكل أنت عايزه ودراج أند دروب للشخصية. يعني ممكن بقى شخصيتك الحقيقية مثلا أو حاجة زي كده، ده بروجكت مثلا. دي صورة طبيعية، كاميرا عادية صورت شخص حقيقي عادي. تمام، تقدر بقى تشوف أي شخصية أنت عايزها ودراج أند دروب وتعمل تبديل. ده الاكتر وان اللي هو الشخصية ديت. خلاص هيعمل ريبليس من الشخصية دي للشخصية دي. اول ما نبدأ نقول له نيكست، يبدأ بقى يعمل لك الريندر اللي انت عايزه. هو هنا بيبدأ يعمل لك فيديو خاص بيك انت. تبديل صورة الراجل بالشخصية دي. طبعا تقدر تعدل بقى زي ما انت عايز، يعني لو في اي تعديلات عايز تعملها ليك ان انت تعدل زي ما انت عايز. لما تخلص تبدأ تعمل اكسبورت للفيديو.